أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في تصريح أدلى به إلى مركز الأخبار أن هناك مشاريع جديدة تعمل عليها الوزارة ليتم تحقيقها خلال هذا العام، مشيرا إلى المرحلة الثانية من مشروع محطة الدور أنه في صدد بناء محطة جديدة لإنتاج الطاقة بحلول عام 2019. نحتاج طاقة إضافية بحلول 2019، وهذه محطة الدور رقم 2 والتي سوف يكون إنتاجها حوالي 1350 ميجاوات من الكهرباء و50 جالون من المياه، وهي سوف تكون تمول وتنفذ من قبل القطاع الخاص. عندنا مشروع آخر اللي هو شبكة جهد 400 كيلو فولت اللي دشنها صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في 16 مايو، وهذا المشروع سوف يكون جاهز بنهاية 2017 وكلفته 740 مليون دولار، وهو جاي من الدعم الخليجي. عندنا مشاريع لتقوية شبكات 220 كيلو فولت 66 كيلو فولت بمبلغ 500 مليون دولار، وكذلك مشاريع لتوسعة في شبكات المياه ومخزون المياه، وهذه كذلك مشروع قاعدين نشتغل عليه، ومشروع آخر لإنشاء بناء محطة جديدة، محطة تحكم مركزي جديدة، لأن الآن توسعت المحطات والكابلات وغيرها، لذلك نحتاج محطة تدار بالطريقة الحديثة تستطيع تستوعب كل هذه الزيادات.